السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا أستاذ. اليوم حبينا نغير الأجواء، اختنقنا من شيء اسمه 4 جدران وغرفة، حبينا نطلع اليوم نغير جو. أرتديكم خطوة موفقة إن شاء الله، الوقت مفتوح لكم. تمام إن شاء الله. إن نباشر لو نخليه يصير 5 دقيقة باقي بقى. الوقت لك، انت لك 45 دقيقة ان شاء الله وراح نكون بخدمتكم. والله يا صراحة أستاذ ما تكفل 45، لأن محاضرة اليوم يعني قدرت قدر المستطاع أنه أجزئها تفصيل كامل، لأن معلومات لا يمكن أنه أنسى شيء عن شيء، فمفصلة كلش، فراح أحاول قدر الإمكان أنه أسردها بأسرع وقت. هو فيا ريت اللي الصراحة فيا ريت يا حبذا أنه كل واحد يريد يستفاد أنه يجهز يما ورقة وقلم، حتى لا يسألني مثلا على مود ما أكرر الكلام أكثر. كلامكم يعني أصلا ما يحتاج لتوضيح، لأن الدورة يحتاج لها فد وقت ضخم، وقت مو بالهين. نعم بس اي والله تليفون يعني شوية، أولا الدورة إلكتروني فما تساعد أكثر من هذا الوقت، يعني بالضبط، هذه والله جاي النقطة. احاول اضغط على نفسي قدر المستطاع انه اقلص هاي المعلومات، لكن المشكله انه شيء مرتبط بشيء. فعلى العموم ان شاء الله بعدين راح إن شاء نتكلم الله اكبر. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اللي نقدر عليه نقدر نقدمه لهم، وإحنا إن شاء الله سادة المشاركين إذا مقصرين في شيء معين نتمنى إنه يبلغونا، بس هو هذا الوقت اللي نقدر به، يعني أكثر من هذا الوقت ما نقدر، يعني بسبب إنه إن شاء الله ما منكم مقصور يا المحصورين رب. داخل جدا ممنون أستاذ، هناك لك تفضل. نباشر إن شاء الله على بركة رب إذا العالمين. بشأن التسجيل يعني أو اليردون يدخلون، هي الدورة إن شاء الله جاي تسجل نعم فيقدرون يستفادون منها. تمام، جزاكم الله خير. حاولت اليوم قدر المستطاع انه لان المحاضرة مال اليوم بالنسبة لي اعتبرها انه بذور النبات او بذور الشجره او بذور او شو نقول مركز الاساس هي محاضره اليوم ما بعد الاخيره. تمام، لان محاضره اليوم هي اللي راح تتكلم بها عن التحاليل الطبيه اللي لازم نجريها للاطفال توحد، بالاضافه الى ذلك النظام الغذائي. قد يسال سؤال انه هل يا ترى انه نقدر نسوي نظام غذائي الطفل المصاب بالتوحد تمام بدون ما نجري للتحليلات؟ هذه مسألة خاطئة. تمام، حتى يعترف الجميع او يعرف الجميع اكثر انه مسألة خاطئة انه نقوم بوضع نظام غذائي تمام وليس حمية، نظام غذائي اساسي للطفل تمام دون وجود تحاليل طبية، لان انا لا يمكن ان امنع طفل من بعض الأطعمة هو ما عليها تأثير وما مأثر عليه خلاص، يعني لا عنده حساسية من عندها ولا عنده آثار جانبية من عنده، فعلى أي أساس أنا أحرمه من هذا الشيء؟ هاي أول النقطة الأولى. النقطة الثانية أريد أنوه عليها بالدرجة الأولى أنه أغلب الموجودين يستخدمون الأطفال لفرط الحركة تمام، وهو بالنسبة إلى مفتوح الغذاء يقدر يأكل أي شيء ما عنده امتناع ولا عنده استنقاء بالطعام، ينطوه الأوميجا 3. احنا نعرف انه الاوميجا 3 هو مكمل غذائي، واذا الشيء اصبح انه يكون مكمل غذائي اذا زياده الطاقه. فاكبر خطا انه انا انطي طفل عنده فرط حركه ومفتوح الى جوانب الاكل يقدر ياكل كل شيء ما عنده استنقاء بالطعام، وانا انطيه اوميجا 3، هذا دليل على انه انا دا ازود الطاقه مالته انه يتحرك اكثر واكثر. تمام، بالاضافه الى ذلك انا اجي انطي مثلا طفل خامل ما عنده نشاط خلاص، اجي انطيه اوميجا 3 او مكمل غذائي على مود يتحسن الحاله مالته او يزيد الطاقه مالته بدون ما اساعده انه يطور نفسه حتى على أو يوصل الغذاء الحقيقي تمام او النظام الغذائي الصحيح. زين انا اذا اظل انطي الطفل الاوميجا 3 والمكملات الغذائيه اللي عن شكل حبوب تمام، زين بعدين اني الجهاز الهضمي شنو شغله؟ ما راح يشتغل. البنكرياس شنو شغلها؟ ما راح تشتغل. المسؤولة عن هضم الطعام وتصفية الطعام وعزل الفوائد وعزل الشوائب تمام ما راح تشتغل، إذا كل ما راح تشتغل، يعني كأنما أنا عندي معمل ب 50 عامل وفجأة جبت أني آلة إلكترونية تعوض عن ذول ال 50 عامل. زين أنا اشتغلوا ذول ال 50 عامل،
وحاليا جبت آلة إلكترونية عوضت عنهم. زين تواجدهم شنو؟ شغلهم شنو؟ ما راح يبقى لهم أي دور بالعمل. تمام؟ نفس الحالة النظام الغذائي والمكملات الغذائية اللي نعطيها للأطفال، تمام، لازم نعطيها بصورة صحيحة ولكن ليس باستمرار، حد معين وأقطع. من يتحسن النظام الغذائي ماله أقطع خلاص، أنا مو ده أحرك الدنيا. هسه أنتم ملاحظين أنه أغلب الأشخاص بهالوقت الحاضر ده يصير عنده فشل كلوي، تمام، يا أكثرهم. ليش؟ لأن هو أصلاً ده يشرب مي صافي. زين الكلية شنو شغلها؟ ما راح تشتغل بعد. تصفيتها وين؟ ما راح تصفي، ما راح تصفي. ليش؟ لأن ده يصلها شو صافي، فإذا ما راح تعمل. إضافة إلى ذلك العكس بعض الأحيان هو الأصح، أنه يظلون يأخذون مثل المشروبات الغازية والمواد السائلة الملونة، هذن كلهن راح تحتاج مجهود كبير للكلى حتى تصفي. إضافة إلى ذلك أنه قطية البيبسي هاي الوحدة تحتاج إلى 6 ساعات يلا تصفيها الكلى، فتصير عند أغلب الموجودين فشل كلوي. فلهذا السبب لازم نستخدم نظام صحيح من أجل عمل وجسد ودماغ صحيح. فاللي يحب يسجل وياي اليوم حاول قدر المستطاع حتى ما انسى وما تخون الذاكره، انه خليت هاي المعلومات كتبتها بورقه وقلم، جمعت اللي اقدر اجمعه باقصى حد خلال السنتين، تمام، حتى احقق من عنده نتائج وهذا النظام اللي دايم امشي عليه. اولا اكثر الاطفال لاحظ عليهم انه يكون جسده نحل، يعني عنده نحول، اضافه الى ذلك الكسل الموجود، اضافه الى ذلك تنطي جسد مالي ينطي ظواهر اليرقان عليه، هو الابصفار احنا نسميه بالعاميه، تمام؟ فهذا او ياكل مثلا رمل، فهذا الطفل دليل على انه نقص عنده شنو هو؟ نقص عنده او موجود عنده فقر الدم. كيف نسوي له تحليل فقر الدم؟ نسوي له تحليل فقر الدم من خلال التحليل السي بي سي، التحليل العام للدم، هو اللي راح يظهر لنا عند الطفل انه موجود فقر دم او لا، تحليل السي بي سي. هاي اولا. الامر الثاني، احنا نعرف انه كل الاشخاص الموجودين او كل الكائنات البشريه تحتاج الى املاح، تمام؟ فاحنا لازم نتعامل مع الاملاح الموجوده للطفل. اغلب الاطفال اللي تصير عندهم هاي الاملاح الموجوده، تمام، هم اصحاب الفرط الحركه، يعني انا من اريد اطلب تحليل املاح مثلا كالسيوم، صوديوم، بوتاسيوم، تمام؟ الكالسيوم هو احنا نتعامل ويا نوعين، كالسيوم حر وكالسيوم مرتبط. الكالسيوم الحر هو اللي نعتمد عليه الاساس، ليش؟ لان هذا يعتمد على قوه العضلات، وكلما زاد الكالسيوم عند الطفل كلما زادت العضلات، وكلما زادت العضلات كلما احتاج الطفل الى حركه اكثر، تمام؟ حتى يتخلص من التقلصات والتشنجات. احنا دا نشوف مثلا ذولا اللي عندهم كمال اجسام، تمام، اللي ياخذون بروتينات وكالسيوم وطاقه اكثر، شو يحتاج؟ يحتاج الى مجهود اكثر حتى ما تصير عنده تقلصات، يتخلص من التقلصات والتشنجات. لكن اذا ما انطها هذا، يعني بالاحرى نقدر نقول الطفل دا يتعامل ويا نفسه لانقاذ نفسه، يعني من يتحرك هوايه دليل انه عنده الكالسيوم عالي، كالسيوم الحر، فحتى ما تصير عنده تقلصات وتشنجات يعوضها بيش او يتخلص من عدم بيش من خلال الحركه الزائد او المجهود الزائد. هاي اولا. فلازم احنا نحتاج شنو هو؟ نحتاج تحليل املاح، كالسيوم، صوديوم، بوتاسيوم، الان اي والسي اي والكي، تمام، ان اي سي اي والكي. نرجع للامر الثالث والامر المهم والخطر بالنسبه لي اللي اعتبره، هي سكريات الدم، السكريات الموجوده بالدم. ليش؟ لان اغلب الاطفال استنقائيين بالطعام، واغلب الاطفال يفضلون الممنوعات، يعني ياكلون المواد الحافظه او السكريات المصنعه، تمام، وهذا كل زياده السكريات المصنعه دليل على انه زياده الفرط الحركه عند الطفل وعدم التوقف. وكل ما زاد فرط الحركه عند الطفل كل ما قل التركيز، زاد تشتت الانتباه، قل الادراك، تمام، فاصبح الطفل في عالم ثاني. فش نحتاج بهذا بسكريات الدم؟ نحتاج تحليل الاف بي جي، تحليل الاف بي جي، وهو يسموه تحليل الصائم، اي يعني لازم يصوم الطفل لمده 8 ساعات يا الله نجري له هذا التحليل بالدم، الاف بي جي، تحليل سكريات الصائم.
سكريات الدم الصائم. واضح لحد الآن؟ أستاذ طلحة، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بس العفو، هذا تحليل الجنابك اللي تقول عليه، يعني بس هالفئة والكبار يقدرون يعني اعتيادي؟ لا لا، الكل اللي يشوف نفسه ما عنده أمور طبيعية بجسده أو وضعه مو طبيعي يسوي هذا التحليل. أها، قلت العفو شنو؟ الـ IBG؟ الـ FBG. FBG نعم، سكريات نعم. الدم الصائم يسموها، اللي هي لازم يصوم الشخص 8 ساعات عن الطعام، تمام، حتى يقوموا له بهذا التحليل. تمام. الامر الرابع، احنا نعرف انه اغلب الاطفال يعانون من مشاكل معديه معويه، اي انه مشاكل يكون بالجهاز الهضمي، تمام، او من خلال التهابات المجاري البوليه. فنحتاج شنو حتى نشوف انه السلامه العضويه كامله وما بيها شيء، تمام، لان اغلب الاطفال شو يصير عندهم؟ يا اما امساك او اسهال، او بعض الاطفال تكون رائحه الفم مالتهم كريهه كلش، تمام. هذا دليل على انه وجود عنده فطريات وبكتيريا، واحنا نعرف انه البكتيريا الموجوده بالجسم تكون بكتيريا نافعه بكتيريا ضاره، لكن اذا كان نشاط البكتيريا الضاره قوي تتغذى على من؟ على البكتيريا النافعه، فتهدها تحطمها على خير. فيعاني الطفل من هاي المشاكل. كل ما عانى الطفل من الامساك او الاسهال، تمام، راح تكون اموره غير صحيحه، راح تزيد عنده الاضطرابات. بالاضافه الى ذلك انه بعض الاطفال عندهم فقدان للشهيه، واحنا نعرف انه الطفل ما دام عنده فقدان للشهيه اكيد ما راح تتكون اكو طعام داخل الجسم، فراح يصير عنده شنو؟ راح يصير عنده الامساك. فنحتاج الى تحليل الخروج. نعم، عفوا المقاطعه استاذ طلحه، شكرا لك، يحفظك. كلش حلوه المعلومات اللي يعني حقيقه، معلومات طبيه، معلومات تدريبيه، معلومات تنمويه، كلش راقيه، عاشت ايدك. لكن انا عندي في استفسار بسيط كلش. يعني نعرف احنا الاطفال مشكله عندهم ويا الاكل، دوم الطفل يلغب للاكلات اللي خلينا نقول الفاست فود اللي هي سريعه مثلا، او الاكلات اللي بيها نسبه السكريات عاليه مثلا الايس كريم وال يعني الحلويات، يرغب دوم للاكلات اللي بيها نسبه الاجبان مرتفعه، البيتزا، ما يعني هذه الامور اللي سريعه او ممكن يحبها. لكن المشكله هنا انه انا شلون انظم له هذا الموضوع، الموضوع الاكل الصحيح والاكل الصحي بشكل صحيح، بدون ما اخليه ينتبه المن انه هذا الاكل اللي انطيه اياه بيفارق عن يعني توجهاته، بيفارق عن مشتهاته هو. مشكله كبيره نلاقيها يعني ويا الاطفال اللي خصوصا ويا الاكل، يعني لاحظ الشيبس هذا خومتي من عنده، او الحلويات او الايس كريم، يعني هذا الطفل متشبث به، متعلق به. فانا شلون امنع من هاي واوجهه للتوجيه الصحيح اللي هو الاكل الصحي، والاكل الصحيح اللي يتوالم مع حالته الصحيه. انا اشكر فضلك وشكرا لجوابك مسبقا. حياك الله دكتور، وشكرا لسؤالك الطيب. ان شاء الله راح يكون الجواب على هذا السؤال في ما قبل نهايه المحاضره، لان يحتاج الى توضيح اكثر واكثر، فحتى نستغل الوقت ان شاء الله بسرد المعلومات. احنا قلنا انه يحتاج الطفل الى تحليل الخروج اللي هو GCE. اللي ما يعرف مثلا باللغه الانجليزيه يقول للابو المختبر، يقول له اريد تحليل خروج، تمام، هو ينطيه اياه GCE، او تحليل الادرار، حتى نتخلص من مشاكل من مشاكل التهابات من المجاري البوليه، تمام. نحتاج الى GUE، تحليل ادرار، تمام لحد الان. الامر الخامس مساله البروتينات، الالبومين، تمام. مساله البروتينات هي مساله جدا مهمه. ليش؟ لان اكو بعض الاطفال انه داخلهم نسبه البروتينات كلش عاليه، تمام. فلهذا السبب كل ما زادت البروتينات عند الطفل كل ما احتاج طاقه اكثر واكثر حتى يتخلص من كميه هاي البروتينات، حتى يصبح عنده شنو؟ يصبح عنده توازن العضلي، تمام، بين توازن البروتينات الموجوده داخل الجسم، حتى نفس الموضوع مثل ما قلنا يتخلص من التشنجات والتقلصات العصبيه.
بعض الأطفال أغلب الأطفال يعانون من فقدان الشهية، يعانون من فقدان الشهية، تمام، إنه أكله مو صحيح أو ما يأكل يعني باليوم يلا وجبة أو لا، تمام. فهذا يحتاج الطفل إلى تحليل هرمون الشهية اللي هو اسمه ليبتون، تحليل هرمون الشهية اللي هو اسمه الليبتون. يعني أنت حلل هرمون الشهية راح تلاقي عندها نقوصات كلش قوية، تمام، طورها من خلال النظام العلاج اللي ينطيك اياه الطبيب، تمام. من راح يصعد المنسوب مالها راح يصير شو اسمه الامور طبيعيه، في عيد الى ترتيب نظام الغذاء من جديد ويتحسن الغذاء ماله. مو بس هو، يعني اي شخص اللي يشوف عنده فقدان للامر مساله الشهيه الطعام، تمام، سوى هذا تحليل هرمون الشهيه حتى يتاكد انه اكو خلل عنده او لا. بالنسبه للادرينالين، احنا نعرف انه اصحاب الفرط الحركي دائما اكو معادله يسموها معادله عكسيه، كل ما زاد الادرينالين عند الطفل او الشخص كل ما قل الانسولين. معادله عكسيه، كل ما زاد الادرينالين كل ما قل الانسولين، تمام. وبالنسبه للتحليل السادس هو تحليل دهون ثلاثيه، تحليل الدهون الثلاثيه هي إلها تأثير لكن ما إلها تأثير بالكمية الكبيرة، تمام، لكن إلها عامل من العوامل أو جزء من أجزاء زيادة الفرط الحركة عند الطفل. نرجع إلى مسألة كلش مهمة، أغلب الأهالي يعانون من الأطفال على أنه الطفل ما عنده لا إدراك ولا عنده ذاكرة، يعني ذاكرة مالته ضعيفة أو إدراكه كلش ضعيف، تمام، أو المزاج ماله متقلب. دائما هذا العامل وين يلعب الاساس؟ يلعب الاساس هذا العامل على الكربوهيدرات، تمام؟ على الكربوهيدرات، زيادة الكربوهيدرات عند الطفل، تمام؟ معناها تعطيل الذاكرة، تعطيل الإدراك، تقلب المزاج. زيادة الهايبو الكربوهيدرات العفو، زيادة الكربوهيدرات معناها، تمام؟ تعطيل الذاكرة، معناها تعطيل الإدراك، معناها مزاج متقلب. إذا أصبحت أكو زيادة بالكربوهيدرات معناها هاي الثلاثة راح تكون متواجدة. زين، شلون أنا أقلل من الكربوهيدرات الموجودة؟ تمام؟ أقلل من عدها من خلال نظام الكيتو. نظام الغذائي هو النظام الكيتو. هذا النظام الكيتو الصراحة يحتاج إلى ورشة كاملة ما يقارب ساعتين إلى 3 ساعات، يلا نوجز بشي بسيط عنه. فلهذا السبب ما تدخلت بهذا النظام الكيتو. ان شاء الله على نشوف لنا فد محاضره خاصه نتكلم بها على النظام الكيتو، تمام، والغايه وشنو الاغذيه الموجوده بهذا النظام الموجود، تمام. اضافه الى ذلك الصيام المتقطع، تمام، يقلل من الكربوهيدرات. زياده من تصير هذا العامل الموجود، تمام، من تقلل النظام الغذائي عند الطفل يصبح غير صحيح، نشوف انه الكربوهيدرات مالته مستواها العالي ونشتغل على تقليلها، تمام، راح يصير عندنا شنو زياده عامل التغذيه. بالاضافه الى ذلك الجري السريع، الجري السريع، تمام، يساعد على تقليل الكربوهيدرات. ليش؟ لان الجري السريع راح يحتاج طاقه كبيره. بالإضافة إلى ذلك حاول قدر المستطاع أنه تخلي الطفل يجري وهو دون تكرمون حذاء. البارحة تكلمنا بها واليوم عدناها دون حذاء. ليش؟ حتى يونات الموجودة بالأرض تساعد على سحب السلبيات الموجودة بداخل الجسم. بالإضافة إلى الجري السريع راح يزيد من تقليل الطاقة عند الطفل، تقليل القوة العضلية، تمام؟ إضافة إلى ذلك راح يحتاج إلى غذاء. احنا نعرف أنه كل شخص يعمل على أساس زيادة شو اسمه بالقوة الجسدية معناها أنه يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى نظام غذائي. ليش؟ حتى يعوض الخسائر اللي صارت عنده، تمام، من خلال هذا الأمر. نحتاج إلى الأمر الثالث، تمام، عامل التغذية يحفز إلى أن تكون عصب جديد. إحنا نعرف أنه الأعصاب عند أطفال التوحد تكون بها خلايا. عامل التغذية يحفز إلى تكوين عصب جديد،
العصب المستجد من الدمار المقصود ب البي دي ان اف، البي دي ان اف تمام. هذا يخلق شنو؟ عصب جديد، وهذا يشبه شنو؟ يشبه هرمون النمو، يشبه شنو؟ هرمون النمو. تريد تحسن من طفلك اعتمد على الاساسيات الثلاث. اذا تريد تحسن للطفل مالك تمام اعتمد على اساسيات ثلاث، سجلها يمك. ثلاث اساسيات: اولا نظام غذائي متوازن، نظام غذائي متوازن. اثنين نشاط بدني متوازن، يعني انا من اعطيه نظام غذائي متوازن ما انطي فوق الطاقه. بعض الاشخاص او بعض العوائل تنطي ابنها تفاحه وتفاحتين او برتقاله وبرتقالتين، يعني والله شنو دا ياكل فواكه حتى تفيده، لا الزياده كالنقصان. انا انطيه قدر كفايته بس، انطيه قدر الكفايه مالته بس، من انطيه زياده ما انطيته منفعه، انطيته مضره. لان انا عندي كاسه تمام احتواها فقط لهذا المقدار، اذا احط مقدار زائد هل يا ترى انه راح يحتفظ بالمقدار هذا الزائد او راح يستفاد من عنده؟ لا، واحتمال يصير ضغط على الكاس ويصير به خلل او ينفجر، يعني او يصير به تشققات وتروح من عنده حتى الاساسيات. وضحت الفكره حاليا؟ فاولا نظام غذائي متوازن، نشاط بدني متوازن، يعني انا ما راح اتعب الطفل تعب جسدي كلش عالي اهلكه بحيث والله شنو حتى يقلل فرط الحركه مالته، لا مو صحيح، انطيه قدر التعب ماله وقدر طاقته الجسديه بس، فوقها ما ازود، ما يصير، ما يصير ازيد عن حده، لان اللي يصير عن حد اللي يزيد عن حده واعتبارا شنو هو راح يصير ضد هذا الامر. بالاضافه الى ذلك الامر الثالث العلاج السلوكي. احنا من نسوي نظام غذائي متوازن، من نسوي نشاط بدني متوازن، لازم نحتاج وياها علاج سلوكي. بالاضافه الى ذلك النقطه الاساسيه لازم يكون اكو تعاون مشترك ان كان داخل الاسره او خارج الاسره. إن كان داخل الاسره لازم الاب والام يتعاونون، الاخ والاخوت، حتى من كان من الاقارب ما بيه شيء اذا يجون يساعدوني تمام. بس من يكون مثلا لا اكو تفكك اسري، الاضافه الى ذلك انه الاب ما له طاقه انه يعمل والام الثقل كله عليها والام ما لها طاقه تعمل والاب كل الثقل عليه، هذا راح تصبح مشكله. اضافه الى ذلك انه انا اذا ودي عند مدرب او مركز او اخصائي وهو يشتغل واحد وانا ما اشتغل يصير اعتمادي كله على المدرب، فهذا الامر خاطئ غير صحيح. التعاون المشترك معناها انه انت الطفل جاي تحمل على اكتافك وتوصله الى بر الامان باسرع وقت. احنا ذكرنا انه مشاكل التوحد تكمن في المعديه والمعويه تمام. الجهاز الهضمي مربوط بالاساس مع الدماغ. ليش هسه تكون التاثيرات كلها بخلايا الدماغ؟ وسبق وذكرنا يا قلنا ترى الجهاز الهضمي له تاثير كامل، اما يكون تاثير سلبي او يكون تاثير ايجابي. اذا كان عمله غير صحيح غير منتظم فراح يكون العمل تاثير سلبي، راح ياثر على الجهاز العصبي، والجهاز العصبي راح يودي ناقلات عصبيه الى خلايا الدماغ راح يصير بيها اختلال تمام. واذا كان النظام الغذائي صحيح فان الجهاز الهضمي سيكون صحيح، فاذا ستكون الجهاز العصبي صحيح وراح تكون خلايا الدماغ صحيح. هذا نقاط اساسيه استخلصتها من اكثر من اطباء واخصائيين بالكيمياء تمام، حتى وصلت لهذه المعلومات اللي حاليا انا دا اعمل عليه. الكربو اسود من البروتينات، هاي الكربو اسود من تسوي له تحليل هاي تشتغل على نظام فرط الحركه بالاساس، ان تكون نشاط للطفل او فرط حركه تمام. فالكربو اسود تمام من البروتينات هي الاساس في فرط الحركه. يعني انا تعجبني بعض الامهات بالملاحظات مالتهم، يعني خابرتني قبل فتره احد الخوات قالت لي استاذ ابني من ياكل البوتيتا دا اشوف انه تزيد عنده الطاقه، وواحدة قالت ابني من دا ياكل البيض دا اشوف انه تزيد عنده الطاقه. فقلنا خاف ما له تاثير، فوصلنا لها فكره انه تسحب من عند البيض والبوتيتا حتى نشوف انه اكو لها تاثير لو لا. من سحبت هاي النوعيتين من الغذاء الطفل اختلف اختلاف جذري مو طبيعي، يعني الفرط الحركه مالته من 100% تحولت الى 70% او 65%. فمن رحنا سوينا له تحليل البروتينات طلع له الكربو اسود تمام نسبته كلش عاليه عنده، ف
فلهذا السبب جاي يزيد عنده الطاقة بالفرط الحركة. كل إنسان أو كل طفل يحتاج بالنظام الكيتو تمام أو النظام الغذائي إلى ألياف نباتية، ألياف غذائية، كالسيوم، بوتاسيوم، حديد، فيتامين دي. تمام؟ ألياف نباتية، ألياف غذائية، لأن الألياف شنو شغلها؟ راح تساعد على تكوين أنسجة بخلايا الدماغ، تطور من الحالة الإيجابية لها أكثر وأكثر. الكالسيوم والبوتاسيوم نعرف هذا العمل ماله شنو وشرحناه سابقا، والحديد هو المهم اللي ذكرنا أنه نقص السعر في فقر الدم أو نقص الحديد الموجود عند الطفل يعني أنه موجود عنده خلايا تمام في النظام الغذائي. والفيتامين دي هذا ما تخلع عنه، ليش؟ لأن أغلب الموجودين حتى الأدوية العشبية الموجودة أو الأدوية الطبية تحتوي على فيتامين دي تمام، إضافة إلى بعض الفيتامينات الموجودة اللي تساعد على الجسم في التحسن. الأنزيمات الموجودة في الدم الجي 6BD، جي 6BD الأنزيمات في الدم، هذا يعبر عن أنزيمات يحمي خلايا الدم من التسمم. أكثر الموجودين وده يعني ماخذين بحيرة الموضوع أنه هاي المعادن الثقيلة الموجودة فيها تسممات، تسممات وين تكون أطرافها؟ تكون أطرافها موجودة بالأغلب بالتحديد على الأسنان. لهذا السبب ده نلاحظ على أغلب أطفال التوحد تمام عندهم تسوس بالأسنان كلش قوي، كلش قوي تسوس بالأسنان تمام. فلهذا السبب يعني هاي التسوسات الموجودة دليل على أنه أكو خلل وين بالأنزيمات الموجودة بالدم، والأنزيمات الموجودة بالدم كل ما تحسنت كل ما يتحسن الخلايا الدم وتبتعد عن التسممات بشكل كامل. زين شلون نعرفه احنا اثناء الزيادة او النقص؟ اذا كانت هنالك نقص يصبح فقر الدم والانحلال تمام، او اذا زيادة راح تكون حساسيات موجودة عند الطفل. السي كي المرتبط بمدى صحة وظائف القلب والدماغ مهمة كلش، هذا كله جاي يحكي عن شنو؟ كله جاي يحكي عن الانزيمات تمام. الهرمونات الموجودة بالدم اللي بعض الاشخاص اللي يسووها تمام لاطفالهم تنقسم الى ثلاث اقسام، تي اس جي تمام، والتي 4 والتي 3. المرتبطه هاي وين؟ بالغده الدرقيه. اغلب النساء الموجودات اللي صار عندهم اطفال توحد تمام تكون مصابه بالغده الدرقيه، هذا معناه ان الهرمونات الموجوده بالدم التي اس جي تمام والتي 4 والتي 3 بها خلل سببت عندها الغدة الدرقية. إذا أصبح أكو زيادة فراح تكون فرط بالنشاط، إذا نقص راح يكون هنالك خمول. الصراحة أكو موضوع كلش مهم به خلل بالنواقص العصبية تمام، بس هذا اللي إذا نتكلم عنه راح يأخذ من عندنا وقت كلش طويل. إن شاء الله على الأسبوع القادم نحدد محاضرة كل يوم بالأسبوع تمام، نتكلم بها نأخذ المدة ساعتين على التوالي، نتكلم بها عن المواضيع اللي ما قدرنا نفصلها تفصيل كامل، لأن النواقل العصبية كلش ضرورية. ليش؟ لأن أنا دا أتعامل مع كهرو كيميائية، نظام كهربائي كيميائي اللي هو متواجد الوسطي بين الاستقبال اللي حصل الطفل وبين التفسير تمام والاسترجاع اللي حول الطفل من خلال النواقل العصبية تمام. والنواقل العصبية قلنا تعتمد أساسياتها شنو؟ على الحواس الخمسة تمام. تمام هدى، هو هذا نفسه التي 4 والتي 3 والتي اس جي. فالنواقل العصبية كلش مهمة العمل عليها، كلش مهمة معرفتها أكثر وأكثر زيادة المعلومات بها حتى أتعرف أو أعلم طفلي كيف أحول لناقلات تمام، يعني أحول لمواضيع حتى يستقبلها من عند استقبال صحيح ويرد علي رد صحيح، ما يرد علي رد مختلف عن السؤال اللي أنا طرحته إله أو عن الفعل أو أداء الوظائف اللي أنا طلبته من عنده. الأوميجا 3 تمام، اللي حاليا أغلب الأطفال المتواجدين هم يأخذوه،
دائما هذا تكون بالمواد مثل زيت السمك والموز، ويحتوي على فيتامين بي 6 تمام، بذور الشوبان تحتوي على المعادن، جوز الهند مكونات مغذية، دهون ثلاثية تمام. هذن كلهن تشتغلن عليهن مكونات الأوميجا 3 تمام. لكن قلنا انه الأوميجا 3 مو معناها انه انا اخلي الطفل معتمد على الغذاء مالها وخلاص ما احسن من نظام الغذاء الطبيعي الطازج ماله، لا، لازم انا ويا هالعوامل احسن على زيادة الأطعمة مالته، بالإضافة الى ذلك راح اخليه يبتعد عن هاي المكملات الغذائية تمام، حتى تشتغل عنده المعدة بصورة صحيحة، ويشتغل عنده المادة الحمضية الموجودة بالمعدة. نعم، عذرا للانقطاع، بس اكو احد الدكاتره يعني هو هم يعني معتمد هذا الحميه، انه يقولون الاوميجا 6 اللي موجوده بالدهون النباتيه يعني زهره الشمس، يقولون هاي زايد الالتهاب عندهم بالدماغ ويخلي التشتت، فيعني قطعه واستبداله بالدهن الحيواني. شنو رايك عن هذا الشيء؟ صحيح، ما عندي صراحه معلومه عن هذا الشيء، ما طرقت بهذا الموضوع صراحة، يعني أحسن ما أنه أنطيك معلومات غير دقيقة أو غير صحيحة. هذا الموضوع لحد الآن ما تطرقت فيه، إن شاء الله راح أتطرق فيه بالأيام الجديدة، يعني تبديل الدهون النباتية بالدهون الحيوانية. هو طبعا هذا الدكتور موجود يعني، وحتى يعني حاليا يعني قاعد يمشون عليه أغلب بالعراق، ويعني حاليا قاعد يشافوه. الصراحة أنا دا أتطرق أكثر من أخصائي بالنظام الغذائي، مسؤولين على النظام الغذائي تمام، فأنا جاي أخذ المعلومات من عندهم على أساس تخصصهم العالمي، وإضافة إلى ذلك ما أطب على اليوتيوب وإنه أشوف من اليوتيوب مثلا مقاطع وأجي أسجل، لا، أنا أطب على أشخاص يا أما مثلا فيس تو فيس. حاليا يعني أنا هسه عندي دكتور بالكيمياء، من ذن التحاليل ردتهن رحت عليه وجلست يعني وياه جلسه كامله ما يقارب تقريبا ساعه ونص او ساعتين، والله يجوز اكثر، ويعني بقينا انه يعني نتحدث بهاي المواضيع وفصل لها شلون تفصيل كيميائي حاد. استاذ يعني هذا العذر، يعني هاي الحميه اللي اقول لك عنها مو من اليوتيوب، يعني بروتوكول متفق عليه دكاتره مو بس من العراق. اكو نظام بروتوكول معتمد، لكن النظام البروتوكول المعتمد صراحة دا يتكلمون أكثر شيء عن المعادن الثقيلة السامة. أي هي والمعادن الثقيلة نعم، والمعادن الثقيلة السامة لحد الآن تصير بها مشاكل بسبب السحب، يعني أكو أطفال سووا سحب للمعادن الثقيلة تأذوا بشكل مو طبيعي. أستاذ مو كل السحب أستاذ، أكو سحب الـ هذا السحولات دومس أعتقد، وسحب نعم. الأنديكاتر هذا مو زين، لكن أكو سحب ثاني أعتقد هو هسه ماشيين عليه، بس مو كل الدكاترة يعني قاعد يدرسون عليه، اكو دكاترة طوروا من نفسهم وعرفوا ان يسحبون بس المعادن الضارة فقط. حاليا هذا الدكتور من صراحة انه العالم تقول لك انا ما مجبر انه ليش؟ لان سمعت كثرة المخاطر عن السحب والاطفال اللي صارت عندهم اختلالات بالدماغ، فيقول لك انا ما مجبور انه اروح اسوي ابني حقل تجارب واسوي له يسحب له لو فاد لو يتأذى. فلهذا السبب العالم كلش متخوفة من هذا الموضوع، فدا تنسحب من عنده اكثر واكثر. تمام استاذ، ممكن تفضل. مثل ما تفضلت الاخت هسه بنتي من على الدكتور من الزيت، هذا زيت الشمس، وبدي استخدم لها دهن الحر او الزيت الحيواني، ومنعها من الخبز والشوفان. هذا احنا هسه ما وصلنا ما طرقنا بعد بموضوع جديد تمام، هو موضوع الجلوتين والجازين، بعد ما طرقنا به ان شاء الله هذا من نطرق به حاليا بعد ما اكمل هذا الموضوع اذا الله يسر. عندنا المساله الاخرى تمام، هاي عوامل مهمه كلش، اربع عوامل مهمه اللي يريد يسجلها يحتفظ بها. الاستيليكولين هذا ناقل عصبي، الاستيليكولين هذا ناقل عصبي يعتمد على شنو؟ عضلات، تعلم، ذاكره، اذا تلف يؤدي الى الزهايمر، يعني اللي يصير عنده زهايمر دليل على انه عنده خلل باستيليكولين تمام، عنده خلل باستيليكولين اللي هو ناقل عصبي يؤدي الى شنو؟ الى الزهايمر، يعني الاغلب انه يصير الذاكره مالتهم تحت الصفر تمام، بحيث انه
يعني من مثلا تطلب من عنده حاجه مجرد انه بس صار مضى عليها ثواني فيصير عند الذاكره يعني شلون نقول منتهيه على الاخير فينسى. اضافه الى ذلك الامر الثاني السيروتونين، تمام، هم ناقل عصبي سيروتونين. هذا يعتمد على شنو؟ يعتمد على المزاج والنوم والجوع، النوم والمزاج والجوع. لهذا السبب اغلب الاطفال اللي يصير عندهم اضطرابات بالنوم، تمام، يعانون من السيروتونين، يعانون مشاكل بالسيروتونين، تمام. السبب الانخفاض ماله، تمام، يؤدي الى ذلك بنفس الوقت يؤدي الى ذلك الى شنو؟ الى الاكتئاب والارق. لان احنا نعرف اللي يصير عنده اضطراب بالنوم دليل على انه عنده ارق، تمام. مستحيل واحد يصير عنده اضطراب بالنوم اذا ما عنده ارق، والارق كل هذا خلل من السيروتونين. الامر الثالث الدوبامين، تمام. يأثر الدوبامين على من؟ على الحركة والتعلم والانتباه والعاطفة. زيادة تسبب إلى الفصام، زيادة الدوبامين تؤدي إلى شنو؟ إلى الفصام. وانخفاض شو يسوي؟ يسوي الرعاش. انخفاض الدوبامين يسوي الرعاش، وزيادة الدوبامين يؤدي إلى الانفصال، لأن عمله وين يعتمد؟ على الحركة والتعلم والانتباه والعاطفة. الأدرنالين، تمام، يساعد على اليقظة والإثارة. انخفاضه يجعل الشخص مكتئب ومزاج، يعني تقلب المزاج. وين رجعنا على الموضوع الأساسي وقلنا إنه الناقلات العصبية كلش مهمة، فالأدرنالين كل ما زاد يقل شنو؟ يقل الأنسولين عند الشخص، فتؤدي إلى ذلك إلى الاكتئاب وتقلب المزاج. الامر الاخير اللي راح نتكلم عنه، تمام، هو الجلوتين والجازين. الجازين احنا نعتمد على الحليب ومشتقاته، والجلوتين على القمح ومشتقاته. اكو هواي اطفال عندها مشاكل بالجازين بالحليب، تمام. فالتاثير من يكون طفل عنده تاثير بالجازين، تمام، دليل على انه شنو هو؟ دليل على انه الطفل بنفس اللحظه البكتيريا مالته الضارة تكون مفعلة بدرجة مو طبيعية، تكون مفعلة بدرجة مو طبيعية. لهذا السبب تحدث مشاكل كلش كبيرة عند الطفل. هذا من ناحية شنو الجازين. أما من ناحية الجلوتين، تمام، هو القمح ومشتقات. إذا كانت هنالك مشاكل أو تحسس عند الطفل من الجلوتين، تمام، القمح ومشتقاته، هذا أول شيء راح يأثر على النظام الجهاز الهضمي، تمام، لان ما راح يساعد على هضم الطعام بصوره صحيحه. واذا ما راح يساعد على هضم الطعام بصوره صحيحه، لان احنا نعرف القمح هو نوع من انواع الصلب اللي صعوبه تصير الهضم مالته، فراح يسبب مشاكل وين؟ بالامعاء. راح يزيد من التلف الموجود داخل الجهاز الهضمي، فراح يسبب من الدرجه الاولى الامساك عند الطفل. هذا اللي قدرنا نختصره اليوم حتى نكسب الوقت باسئلتكم. اللي عنده سؤال يريد يطرح ان شاء الله. احسنتم استاذ، اسال الله ان يوفقكم، دمتم اصحاب عطاء ان شاء الله. الساده المشاهدين، هذا اليوم ان شاء الله انتهت الدوره. اللي من عنده اسئله ارجو ان يتفضل. رابط الحضور نزل بالرسائل بالشات. السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ. لك دقيقه واحده. العفو استاذ، بالبدايه بارك الله بك وميزان حسناتك ان شاء الله يا رب. الاطعمه اللي توصيها بينا عن يعني للتوحد. بس الاطعمه نظام بس يعني شنو اكله؟ إيه على النظام الغذائي شنو؟ الريوق العشوي. اختي العزيزه لازم يسوي لها تحاليل. مستحيل. انا مسبق وذكرت قلت لك يعني اللي ذكرناه يعني على ضوء نمشي ونطبقه بالضبط. يعني التحاليل الاساسيه، التحاليل الاساسيه اللي نشتغل على النظام الغذائي، اولا تحليل حساسيه من الجازين والجلوتين، القمح والحليب ومشتقاته والقمح ومشتقاته، السي بي سي فوق الدم، البروتينات، السكريات، تمام، خروج وادرار ان شاء الله هذه السبعه. بالاضافه الى ذلك
حتى اذا الطفل مثلا الشهيه مالته تعبانه تستخدم له هرمون الشهيه، تسوي له تحليل هرمون تشتغل نظام صحيح وانت تطلع هاي التحاليل المشاكل الموجوده تمام تبتعد عنها. اضافه الى ذلك اكو اطفال عندهم حساسيه من الطعام وحساسيه من الادويه. نعم. هاي مشكله، هاي مشكله يعني بعض الاطفال من ياكل في الطعام عنده حساسيه يصير عنده هرشه بالجلد يعني يقوم يحك هوايه او يقوم يفكر هوايه. ليش؟ لان يصير عنده تاثر بالنظام الغذائي ماله بالجهاز الهضمي تمام، فتلاقي الطفل مثل الطايش يفتر ما يدري وين يروح بسبب اكو اضطرابات موجوده بالجهاز الهضمي ماله. صحيح. فاحنا حتى نامن على السلامه العضويه للطفل نسوي له هاي التحاليل، وبعدها من تسوين هاي التحاليل تعالي اسوي لك نظام غذا ان شاء الله كافيين من عندك. شكرا جزيلا. اي سؤال اخر استاذ المشاركين استاذ الحضور؟ استاذ بس احب يعني افيد ان يعني الكلام اللي وجهه لي انه الاسم الدكتور اللي تحدثت عنه هو موجود هنا عندنا بالعراق، ويعني اسمه دكتور علي السالم، ايضا ياخذ على حميه الجازولين والغلوتين. وحاليا يعني انا بنتي حاجزه لها يعني تكلمت ويا امهات هوايه ما شاء الله عليهم، يعني حتى اكو بيهم نطقوا واكو بيهم يعني هو من الضمور ومن فرط الحركة يعني كانت يعني 100% تقريبا حالتهم، الآن لا يعني سجلوا نسبة الشفاء تقريبا نص. ويعني هو قلت لك انه ما يسوي بسحب المعادن الطارة لا فقط الجيدة، بعد ما اعرف يعني انتم علي انا اللي قلت لكم اياه. لا لا احنا سبق وذكرنا هذا الموضوع، يعني ماكو اي اختلاف انا وياك خلاص ولا اي ويا اي شخص. نظام الغذائي كلش ضروري، يعني انا ليش صحيح استاذ يعني اقطع كلامك، انا بنتي يعني لان جديده وياهم فحجزت حجزه يطول شهرين، فاني حاجزه من رمضان بس قالوا لي يعني ردوا علي هم عندهم يعني هم مجموعه قالوا ابدي لها بالحميه، فبديت لها اترك الجلوتين يعني جميع شيء بالحليب الحنطه. نعم. مشتقاتها عوضت عن الطحين يعني القمح الخبز يتم انقعه من الليل واسوي لها سياح او فشي، وايضا عوضا عن الحليب اجيب جوز الهند الدهن عوضا عنه دهن الحرف، يعني خير من الله. كانت الصيح قبيل كان ما عندها يعني ما عندها انتباه ما عندها ادراك، هسه لا بدت تقوى شوي شوي وراسها بس اخربطها ترجع نفس الشيء، يعني يا سبحانك يا رب وكانه مثل الدواء، وانا اي دواء هسه حاليا ما مضيتها. وهو هذا شنو الحلوه به؟ الحلوه به نظام الغذاء انه حتى اذا انترك ما يؤدي الى مشاكل عضويه عند الشخص، مو مثل الدواء، يعني الدواء اذا تتركه راح يسبب اثار خلايا على الاطفال. بآثار الخلايا قد تكون حتى على الجهاز العصبي أو على الجهاز الهضمي، يكون مشاكل راح تصير، بس هذا ما يسبب مشاكل، يعني مثل الدواء العشبي إذا ما ينفع ما يضر. السلام جزاك عليكم. الله. عليكم السلام. أستاذ البارحة ذكرت قلت الطفل إذا ضرب على كف إيده. ممكن تعلي لي صوتك لأن ماذا أسمع؟ أقول لك البارحة ذكرت إنه الطفل إذا ضرب على كف إيده. ما يحكي يعني ما يحس بيه، أنا جربت هالشي ويا ابني ما كنت منتبهت له، أضربه قوم تحيل على كف إيده ما يحكي، هو أصلاً يعيد، صار له تقريب شهر. زين العظ زين العظة مال إيده اللي عظها يأثر بإيده تأثير قوي لو بس مجرد عظة بسيطة. لا انتبه له هيك بس هيك خفيف على مود يثير انتباهي. إيه مو ليش هذا دليل على إنه عند ابنك مشاكل حسية؟ يعني شلون شو اسوي له؟ المشاكل الحسيه لازم تعودين عليه، يعني تشتغلين عليه على المشاكل الحسيه. زين ابنك يمشي ويلمس اشياء؟ يلمس الصابون، يحب ملمس الصابون، يلمس بيض اللي يفرك بايديه بالصابون. عنده مشاكل حسيه، حاولي تشتغلين عليه على المشاكل الحسيه، مثلا انه تقوين حاسه اللمس عنده من خلال برامج، اكو برامج هوايه ان شاء الله اذا يسر. احب ما اعرف اذا موجوده داخل القناه مالتي اللي دا انزل بيها بس مجرد افاده او لا، فراح انزل بيها ان شاء الله عن قريب، يعني بس اكمل هاي الوقت ان شاء الله حتى بس اكمل انزل بيها تمارين وتدريبات وبرامج. استاذ طلحه عفوا عن المداخله،
بس أردت الحضر تتذكر توافقت من خلال المحاضرة أنه الحرمان البيئي هو يشبه إلى حد كبير مرض التوحد، تمام لهنا؟ نعم. زين يعني إذا عندي طفل هو شبه إلكتروني، تمام؟ بس هو عنده يعني الكثير من المؤشرات السلوكية اللي هي شبيهة بالتوحد، تمام؟ أنا شرح أقدر أفرق إنه هذا الطفل هو عنده حرمان بيئي مو توحد، يعني تمام. هذا موضوع كلش مهم. تمام. بالنسبة للحرمان البيئي، إحنا كل اللي دايما نقوله حرمان بيئي، إذا التعامل الطفل يكون من الدرجة الأولى مع الأهل، صح؟ فقط مع الأهل، أما باقي الأهل ما له علاقة. من أنا أصيحه باسمه وما يرد علي، هذا مؤشر من مؤشرات التوحد. من أنا أشوف عنده سلوكيات متكررة ومتقيد بروتين سلوك ثابت، هذا مؤشر توحد. أما الحرمان البيئي، تمام؟ نعم. من أنا أصيح عليه الطفل طبيعي يرد علي. مؤكد أنا مهمة مثلاً، عفوا عن مقاطعة، يعني أنا نعم. مثلاً عندي طفل مزاجي كلش، وهذا الطفل طبعاً أنا دا أشوفه بالواقع يعني من قريب إلي. نعم. هو طفل مزاجي، هو ممكن يرد عليك وقت اللي مزاجه يجي، ممكن ما يرد عليك، يرد على ناس معينة وناس معينة ما تعجبه ما يرد عليها. فأنا نعم. شلون أقدر أعرف إنه هو ما عنده توحد؟ لأن هو عنده لا تصيحه 100 مرة وما يرد عليك. هذا يحتاج إلى يحتاج إلى نعم. تشخيص، لازم يحتاج إلى تشخيص. طيب عفوا حضرتك، انه يعني شلون نقدر نتواصل مع حضرتك على الخاص؟ انت حاط منصه انه للعموم، فاكو مجال انه نتواصل مع حضرتك على الخاص؟ والله ماكو مشكله، بس المشكله انه احتاج الى وقت، لان هذا والله العظيم حيل متضايق، يعني خانقين العالم بشكل مو طبيعي، ما منطيني مجال خلاص. فدزيلي رساله ان شاء الله، احاول قدر المستطاع انه يوم الجمعه عندي ريست، هو يوم نعم. الاستراحه اللي اقفل به الجهاز، فراح افتح جهاز الخاص، تمام؟ اكو عندي جهاز ثاني راح اتعمد انه اخلي له خط جديد واسوي به فد امر جديد، يعني مثلا حساب جديد حتى اخلص من هاي المشكله. شكرا لحضرتك، لانه يعني هذا الموضوع كلش مهم بالنسبه لي على المستوى الشخصي. انا يعني دخلت بالبدايه كدوره اعداد مدربين، بس بعدين لاحظت انه لا، انه احنا بالفعل ممكن تكون عندي مشكله بداخل العائله، عرفت شلون؟ فجدا اكون شاكره لك. حياك الله كلها. بالنسبة للسؤال مع الدكتور عقيل حتى ما يفوتنا على الأمر وننساه، قال كيف إنه طفل متعلق بالمواد الممنوعة أو الأطعمة الممنوعة، تمام؟ ونحاول إنه نتخلص من عنده بهذا الأمر ونحوله إلى أطعمة سليمة. أنا دائما لا أخلي الطفل على رغبة تامة، كل شيء اللي يريد أوفر لي إياه. إضافة إلى ذلك، أنا الطفل ما دام انه هو ياكل، اذا مسالته ممتازه. ليش؟ لان الغريزه الجوعيه الموجوده عنده راح تجبره انه يصل مرحله ياكل حتى الحجر الموجود. فانا امنعه، تمام؟ ما خلاص، ما تريقت ماكو مشكله، ما تغديت ماكو مشكله، بس راح ينجبر ان العشاء ياكل. ليش؟ لان الغريزه الجوعيه مالته بعد ما تتحمل المقاومه فينجبر انه ياكل. اما بعض الاطفال اللي موجودين واللي هم قليلي الشهية، أول شيء لازم تسوي لهم تحليل هرمون الليبتون، تمام؟ حتى نشوف إنه الهرمون الشهية مالتهم شغال أو لا، وإذا موجود موجود، ما موجود تمام، نشتغل عليه على أساس الزيادة والنقصان. يعني شنو؟ مثلا الشغلات اللي يحبها أحط له هي كميات كلش قليلة، وأحط له الشغلات اللي هو ما يريد ياكلها اللي هي صحية وياها، فراح يبلش يتذوق شوي شوي، تمام؟ إلا أن يتعود إلى هذا الأمر حتى يكون المسألة طبيعية كل شيء. أستاذ بلا زحمة عليك، إحنا نشكرك طبعاً على مجهودك الرائع، على هاي المعلومات اللي أفدتنا بها، لكن إحنا شوية علاقة صعوبة، يعني أنا أتحدث عن نفسي، علاقة صعوبة لحد الآن، يعني ممكن تفيدنا يعني بيوم أو يعني بكرة إن شاء الله، إذا أنه شلون نقيم السلوك؟ يعني أنا أبدأ أفهم السلوك مثلا بنتي، يعني هل يا ترى أقدر شلون أعالج هذا سلوكها بالتطنيش بالتعزيز؟ يعني فقاعد ألاقي صعوبة، ما أعرف يعني أفرق بين الأساليب اللي تسويها. ومسألة ذكرناها سابقا وراح أعيدها للتوضيح وللذاكرة، أنه سلوك الطفل يعتمد على ثلاث أساسية الأولية. من يريد يسوي الطفل سلوك سلبي يحتاج إلى ثلاث أساسيات: أولا أما لفت الانتباه أو إبراز أو يريد الحصول على شيء ما، تمام؟ فهذه الثلاث أمور من تبرز من الطفل ثلاث سلوك مثلا غير صحيح، لازم نعرف انه هذا الطفل شو الامر اللي يحتاجه من هذه الامور.
نعرف نتعامل وياه صحيح. إضافة إلى ذلك بعض الموجودين يقول لك مثلا أنا ما أقدر إنه أتعامل ويا طفلي بالقساوة، صحيح إنه مو كل طفل يتعامل بالأمور الصحيحة أو اللين. أكو أطفال حتى الأصحاء طفل صحيح هسه من تتعامل ويا باللين بس من تشد عليه في بعض الأحيان لا الأمور تتغير ويمشي وياك مثل ما تريد ويؤدي الوظائف اللي تريد. فإحنا نعرف الطفل بالبداية شنو الغاية اللي يريدها، إضافة إلى ذلك شنو السبب اللي يمشي وياك، مرة أشد ومرة أرخي عليه حتى أستاذ يعني هسه أنا أعاني ولو عذرا يعني كثار بالأسئلة، أنا أعاني من مشكلة يعني هسه ما أحرك يعني شنو اللي أسوي، ضرب ما أقدر أضربها زين يعني حتى ما ترضى تأخذ الكلمة يعني دائما تضرب أخوها لدرجة إنه يعني قامت حتى تطلع الدم من وجهها كلها مجلد زين شنو هاي الحالة شلون تنصحني؟ تواصل وياي حتى أشوف مثلا إذا عندك فيديوهات عنها حتى أعرف شلون أتعامل وياها من خلال البنية الجسدية مالتها، إضافة إلى ذلك الزمن العمري ماله حتى أعرف شلون أتعامل وياه. إن شاء الله أستاذ أنا راسلتك يعني قبل أول البارحة بس معذور أنت يعني ما قاعد تفرح والله. إن شاء الله متفرح يعني والله شوفت عينكم والله مع العلم اليوم عنده ضيوف قسما بالله العزيز فقلت لا ما أقدر أعلم أبد ما يعني حتى ضيوفه قاعدين على صفحة الصراحة لا والله أبد ما تقصروا ويانا إحنا نشكرك كلش سلمي إن شاء الله بعد أحد عنده سؤال استفسار صدر المشارك ماذا أي أحد عنده سؤال يتفضل تفضل ها نعم تفضل العفو خلي الأخت تسأل ما يخالف تفضل يا أستاذ شكرا أستاذ هل الفواكه مضرة لطفل التوحد مع عدا الأفوكادو لأن بيها سكرية عالية لا بالعكس بالعكس الفواكه من الأمور الطازجة كلش منفعة للطفل لكن شنو أرجع وعيد إنه لا تنطوهم فوق الطاقة مالتهم يعني مثلا أنا طفل يحب البرتقال أو يحب التفاح ما أنطي تفاحة وتفاحتين وثلاثة ليش؟ لأن هاي فوق الكفاية مالته راح يسبب له مشاكل فأنا أنطي كفاية تشقد كفاية نص تفاحة أنطي نص تفاحة باليوم خلاص نص تفاحة راح تكون بها فائدة كلش قوية بالإضافة إلى ذلك إحنا نعرف إنه هاي الفواكه من خلال الدم راح تتوزع على مناطق اللي هي تحتاجها في النمو تمام؟ بس من أنطي زيادة إيش راح يتحول؟ راح يتحول إلى مصدر إزعاج تمام؟ يسبب اضطرابات نفسية للطفل ويعاني من مشاكل بالجهاز الهضمي. أستاذ عذرا للمداخلة البرتقال اللي قاعد أمشي بيه على بنتي يعني ويا كلامك على راسنا لكن يقولون الفواكه تزيد الفطريات لأن الكانديدا بالجسم راح تكثر فيعني الدكتور هسه دكتور بنتي حبذ قال يا ريت تقطعيها وإذا ما تقدرين تطيها الشيء اللي مو حلو يعني منعها عن العنب والتمر وفعلا أنا شفت بالعنب من أطيها تزيد السعرات وتزيد الفطريات العدل أنا ذكرت هسه حاليا بالكلام ذكرت مو ذكرت إنه قلت لكم من نباهة صحيح أمهات إنه شافت ابنها عنده فرط حركي من تنطيل البيض وتنطيل شو اسمه تنطيل البوتيتا هاي تبقى على نباهة البوتيتا هم نشا بيها صار هم بيها لكن البيض يعني ما قطعها عن الدكتور قال عاد نطيل اللي تشوفون أطفالكم دا يعانون من مشاكل تمام انتم من يومكم تاخذوا من الاجراءات تواصل مع اخصائي بالغذاء وقولوا له دائما من ياخذ هاي الشغله مثلا ناكل عنب او تمر او السكريات الطازجه طبيعيه تمام لان الجسم لازم يتاكل السكريات الجسم لازم يتاكل عن السكريات المصنعه السكريات الطبيعية السلام عليكم سيد طلحة فدائما خلوا الملاحظات مالكم السلام عليكم سيد طلحة عليكم السلام حياك الله سيد طلحة بالنسبة لابني يعني إذا خليت الحمية بدون حمية يعني ما أحس الحمية تتأثر عليه يعني السلوك يخلي أثناء الحمية يعني أكو حمية ماكو حمية السلوك نفسه مو عذرا يعني على كلامك لكن هذا الامر غير صحيح ليش لان انت لو تمشي بنظام غذائي صحيح راح تلاحظ انه اكو تغييرات
تمام تغييرات جذريه وليس تغييرات كليه تمام يعني هو احتمال ما تقل الفرط الحركه مالته لكن شنو راح تشوف انه يزيد عنده الادراك جزء هو ما راح يزيد عنده الادراك راح يزيد مثلا عنده التركيز حتى وان كان مثلا عنده فرط حركه لكن تشوف ابنك وياك يتابع من عنده كتاب يكتب تمام بس بالقعده مالته ما يكون مرتاح يا اما يتحرك تمام يمين يسار او امام خلف او يظل يحرك برجله بس تلاقيه مركز وياك بس من تزيد عنه بالنظام الغذائي يكون اصح راح يكون عنده نتائج بالفرط الحركه كلش قليل اضافه الى ذلك انا ما اعتمد بس على النظام الغذائي انا سبق وذكرت انه النظام الغذائي وحده مو صحيح تحتاج الى تدريبات اضافه الى ذلك تحتاج الى رياضه من ضمنها رياضه السباحه والجري كلش ضروريه على تعب الجسم تمام تحتاج اضافه الى ذلك انه النوم الصحيح يعني ابتعاد عن اضطراب النوم من خلال المساج اللي اسويه للطفل هذا ان كلهم لازم يشتغلن تمام حتى اطلع بنتيجه بس مو انا اشتغل بس على النظام الغذائي وادور نتيجه ما راح تلقى نتيجه مشكور استاذ استاذ طبعا طبعا انتهى الوقت استاذ المشاركين طبعا لا يقل الاهتمام النفسي الاهتمام النفسي بالطفل وبالجانب النفسي لا يقل اهتمامه عن الجانب الطبي عمليات والتشفيفات فأسأل الله أن يزيدكم عطاء إن شاء الله وتستمر محنصة الكريم بخدمتكم في كل جوانب الحياة والأهم جوانب هو بناء أسرة تسعى تحقيق الصراحة هي من لبنة من لبن المجتمع وإن شاء الله قدر الإنسان تحاول منصة الكريم جاهدة برئاسة مجلس الإدارة بقيادة مدرب مدربين الأستاذ أحمد الكندي وبمعاونه الأستاذ أحمد الشيعاني كان معكم زين العابدين المدرب زين العابدين أحمد الجيزاني بخدمتكم إن شاء الله نلتقي غدا بحول الله وقوته نسألكم الله على فاطمة نعم إذا ما جاء معكم تفضل تفضل خلنا نلتقي آخر سؤال حتى ننهي المحور تمام الجواب والسؤال ألو تفضل عيني أسمعك استاذ اقول للاستاذ عندي ابني تقريبا صار له كم شهر يعني بالكلام تأتأة عنده وشون عبالك الواحد من يطلع الكلمه مخنوق فدي يقولون هاي على اساس هم من العلامات على التوحد اكو هذا يعني الفتره انا عندي هسه اطفال حاليا دا اخذهم جلسات خاصه بالبيت اكو بيه عندهم تلعثم وعندهم تأتأة ما لهم علاقه بالتوحد خلاص هو بشكل يعني بشكل عام ما يعني الحمد لله اكل شرب انا شاطئ اكثر حيل لا انا هاي صارت شويه نعم. صدمه قبل تقريبا سنه قريب السنتين ما بين انا اشهر حوالي من 6 شهور 8 شهور قامت تزيد عنده فاني بصراحه يعني شايف فيديوهات قبل ما يعني اتشرف بالمحاضره على مدربين نفسيين بامريكا فده يقول له انه باعتبار الكلام اللي يريد ينطقه بذاكرته شلون نقول يحضره ويحكي بشكل اعتيادي وهادئ فبمرور الوقت على اساس انه راح هاي الحاله تروح من عنده نعم نعم هو انا اللي اذا اشتغل اسوي الاطفال الموجودين عندي هو اول شيء زراعه الثقه بالنفس تمام هاي امر كلش ضروري الامر الثاني انه الطفل انطيه حريته تمام بالكلام وانه حتى اذا يخطا ماكو مشكله ما اعاقب على الخطا ماله او مثلا انه اعاقبه على الخطا ماله بالتوبيخ او بالضرب او بغير كلام اخليه على راحته اضافه الى ذلك اعلمه انه من يتكلم ببساطة حتى ما يصير عنده تلعثم لأن الكلام بصورة سريعة حتى الأشخاص العاديين والأشخاص الكبار بالسن الكلام بصورة سريعة العفو راح يسبب تلعثم وتسبب تأتأة عند الشخص والتلكؤ بالإضافة إلى ذلك أنه أنا قدر ما خليت أنه يصير عنده إدراك تام قدر ما انطيت الراحة أكثر الإمكانيات والثقة العالية راح تنمحي عندها مع مرور الأيام من خلال التدريبات والثقة جرابك هذا اللي أدري بي ما أدري إذا شايفه هو مقدم برامج ستيف ماري أنا تابع والله واي يعني صراحة أخصائيين من أمريكا وصراحة من أوروبا يعني نعم هذا يقوله يعني حتى بوقته يعني حضرت
واحدة من المشاركات بالبرنامج مالته فهم أنا عدها فقليلة أنا يعني بالسنوات خلينا نقول بأيام شبابة يعني يقول كانت الحالة مالتي أسوأ من حالتك يعني كان من خلال حلقة من البرنامج فهو من عنده أنا أخذت هاي يقول لها أنت من تلاقي الشخص لا تجاوبي جنابك هو فعلا يعني حتى الإنسان البالغ من يسترسل بالكلام بشكل سريع راح تصير عنده نوع من اللي يعني علقه بالكلام أو تأتأة فقليلة دائما الكلام اللي أو الجواب اللي تريد تحكي يعني يخرج من عندك حضري ببالي أضافه إلى ذلك لازم يكون عامل التشجيع حاضر يعني حتى من تخطأ ما أقول لها مثلا خطأ يلا عافية ماشي يلا هاي عبرية عافية سمع وياها ويا يلا طيها دعم نفسي تمام لحد ما الله يسر الأمر ونعتذر على الأطالة إن شاء الله نتمنى لكم الموضوع والمعلومات إن شاء الله شكرا جزيلا حياكم الله أشوفكم على خير إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.